طبعا حضور جلسة البرلمان وخروجها لا ينزع من الشخص الاستقلالية، مو هذا المعيار، ولكن معايير أخرى للمستقل. المستقل حينما يدخل ضمن كتلة برلمانية، وكتلة برلمانية تمتلك نظام داخلي وبرنامج، لم يعد مستقلا. المستقل عندما ينضوي في حزب سياسي ويسجل هذا الحزب السياسي ويدخل في الانتخابات، هذا لم يعد مستقلا. بصراحة المستقلين هم يعني عددهم بتصوري لا يتجاوز 10 شخصيات، البقية أما في أحزاب وأما نزلوا بالانتخابات ضمن كتل متنافسة كبيرة. هنا الموضوع حساب أحزاب اللي يعني سميت أحزاب تشرين على أنهم مستقلين، هذا يعني حساب خاطئ. هؤلاء أحزاب، أصبحوا أحزاب سياسية، أحزاب سياسية عندهم برنامج وعندهم نظام داخلي وعندهم تصورات وعندهم انحياز لهذه القضية أو تلك.